يامن، شو رأيك هلأ أعلمك كيف تقيس طول إيديك؟ أوكي؟ يلا قوم شوف لي، اختار لي لون أخضر نحطه على كتفك. مساعدة الطفل على فهم كيفية استخدام الأدوات مثل الخيط مهمة جداً، لأنه هذا بيبني له أساس قوي للتعلم. بيستكشف الطفل بهذا النشاط مفاهيم الرياضيات مثل القياس والمقارنة عن طريق التطبيق العملي الممتع، وهي أفضل طريقة لتعلمه. هذا طول إيش؟ إنتري أشوف أنه أطول رجلك ولا إيدك؟ إنشوف